العروض اللي احنا بنقدمها بنشتغل عليها، في عروض بنشتغل عليها شهور، والانتاج يعني بننتجها يعني متكلفه كتير قوي. ففكره ان العروض دي يشوفها بس العدد ده، لا، انا طموحي بقى ان العرض او الحفلات اللي بتقدم على دار الاوبرا او الفعاليات توصل لكل الناس، يعني تبقى في المتناول، يعني يبقى اي حد يقدر يشوف العروض دي بشكل حقيقي. فطبعا في طريقة ان احنا نقدر نخرج بان احنا بنعمل، واوريدي عملناها، ان احنا نخرج ونعمل مهرجانات في 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 في, في مدن غير القاهرة، زي مهرجان دندرة في قنا، مهرجان أبيدوس في سوهاج. الحقيقة دي كانت تجارب مهمة جدا، ان احنا نتواصل مع نوعية مختلفة خالص من الجمهور، نقدم له العروض بقى بتاعتنا. دي نقلة مهمة جدا، لان احنا شفنا ازاي الجمهور ده بيستقبل النوعية دي من الفنون، وازاي بيتفاعل معها جدا. احنا بنظلم الجمهور لما نقول ان الذوق العام كده، صح؟ لا، الحقيقة هم بس عايز يتقدم لهم محتوى حقيقي، واكيد بيشاوروا عليه وبيبقوا مبسوطين بيه جدا وبيتابعوه.